بنادم ما يعرفش تكون الطومبيله دايزه الله يعزك اخويا سيمون تبارك الله عليكم داكشي اللي كديروا هادشي اصلا واخا تخسر المراه ما ديروش هادشي راه هو باش طارد عليا وبرلماني في الحكومه اللي فاتت هذه الحكومه هادي قال لي اجي عطيني وجهك وسميتك نحطوك رئيس اللائحه وطلع برلماني ما بغيتش لان هادشي ما كيتشراش هادشي هو علاش انا خدام ماشي هذا الصاط الضاط الصاط علاش تشفر الضاط علاش فلوس فلوس عندنا الحمد لله بلا ما نشفر دونك انا فاهم انا فاهمك ومحتارمك علاش لان انت باقي محتاج الفلوس انا اصلا محتاجش الفلوس حنا محتاجين نديرو شي حاجه محتاجين نبنيو شي بليون دولار كامباني من هاد البلاد هادو خادو ماشي الاهتمام ديالي باش نخليو واحد المادافاكرز من ورانا في هاد البلاد هادي يقولوا السطره ممكنه من المغرب ونحركوا واحد الناس كاملين ديك ممكنه كتحرك ناس اخرين وناس اخرين حتى هما تيتحركوا يشوفوا ناس اخرين ونحركوا ونصنعوا شي حاجه اما كون بنات الحياه تاع المادافاكر تكون راه مشينا لها تتبدا خارج شي شويه ناقصه كتبدا باني نكون برلمان نقدر تلقاني برلماني في الفيوتشر ولكن في هذه اللحظه هادي ما عرفتش في الفيوتشر نقول لك علاش الا بانت لي القضيه كتنقى من دابا راه باقا ما منقياش باش نكون واضح